الحقيقة نحن اخترنا فكرة افتتاح حديقة حيوان بمدينة إدلب، أول شيء كونها فكرة جديدة ما صارت من قبل، ثاني شيء بسبب الوضع الجغرافي اللي نحن عم نعيشه أو الظروف اللي عم نعيشها الناس ما عم تقدر تطلع وتدخل، في شغلات كثير محرومة نشوفها، فحبينا نجيب لهم الأمور هي كلياتها لعندهم حتى هن يشوفوها. لما بدأت فكرة عنا مثل ما قلنا شكلنا فريق مختص من بيطريين، من مختصين أغذية، راسلنا حدائق الحيوان الموجودة بالعراق وبتركيا وهي البلدان اللي قدرنا نجيب الحيوانات عن طريقهم. والحمد لله مثل ما كنتم شايفين الاقبال كثير حلو، الناس فرحانه مبسوطه والحيوانات كذلك الامر يعني بلشت تتلائم او تتاقلم مع الجو تبعنا. جيت اليوم عائلتي واجيت على حديقة الحيوانات بمدينة إدلب كونها هي الحديقة الأولى اللي بتفتتح بمدينة إدلب، ويعني لقينا فيها متنفس بعد ضغوط مثلا 10 سنين ما كان في عندنا لا حديقة حيوان لا مدينة ملاهي كويسة لا في شيء. يعني بالفترة الأخيرة الحمد لله تحسن الوضع شوي وصار في مدينة ملاهي واحد ياخذ الأطفال عليها، صار في حديقة حيوانات، الأطفال الصغار هدول ما بيعرفوا هي حيوانات إلا على التلفزيون اليوم شافوها على الحقيقة، يعني الأمور الحمد لله جيدة وللأفضل إن شاء الله.